السلام عليكم. مع تزايد تعدد المسلمين في الدول الأوروبية وازدياد حدة خطابات اليمينيين، ازدادوا المخاوف من تصاعد نفوذ ما يسمى بالإسلام السياسي بأوجهه الإخوانية أو السعودية أو التركية أو الإيرانية، وذلك لاستخدامهم الدين لتبرير سياساتهم، مما جعل الدول الأوروبية تتخذ إجراءات ضد ما تسميه تهديداً لثقافتها وأمن مؤسساتها الدينية والمدنية. ففي النمسا تمثلت تلك الإجراءات والتدابير من خلال محاولة إغلاق عدة مساجد وإبعاد أئمة أتراك، معتبرة أن هذه الخطوة هي البداية لمحاربة الإسلام السياسي والتمويل الأجنبي، والتي لا مكان لها في النمسا حسب ما قاله المستشار السابق سيباستيان كورتز. إلا أن تلك الإجراءات لم تكتمل بسبب انهيار الائتلاف الحاكم نتيجة فضيحة فيديو إبيزا والتي كان بطلها شتراخي. وبعد أن كانت قضية اللاجئين والهجرة إحدى أهم البرامج الانتخابية لدى حزب الشعب، باتت قضية محاربة المجتمعات الموازية والحركات المتطرفة مثل حركة الهويات في النمسا هو محور برنامجه الانتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقرر إجراؤها بتاريخ 29 من شهر سبتمبر المقبل. كان كلا من المدير العام للأمن العام الجنرال فرانز لانغ ومدير المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب بيتر غريدلينغ قد قدما لوزارة الداخلية في 14 من شهر آب لهذا العام التقرير المتعلق بحماية الدستور العام لعام 2018، والذي كشف أن هناك عدد أقل بكثير من جرائم التطرف اليساري في عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة. وعلى الرغم من عدم وقوع أي هجوم إرهابي في النمسا في عامي 2017 وعام 2018 مما يطلق عليهم بالمتأسلمين، إلا أن الإرهاب منهم لا يزال يشكل أكبر تهديد لأمن النمسا، إذ يشكل العائدون من سوريا والعراق خطراً يصعب التكاون به بسبب تدريبهم العسكري والخبرة القتالية، ولأنهم غالباً يحافظون على الاتصالات مع أعضاء المنظمات الإرهابية على الأرض، وبالتالي يؤدي إلى إقامة شبكة فيما بينهم. هذا يذكرنا بسفاح نيوزيلندا الذي كان على اتصال مع رئيس جمعية الهويات النمساوية اليمينية المتطرفة مارتن سيلنر، والذي ثبتت علاقته مع هاينز كريستيان شتراخي من خلال صورة نشرتها وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع كورتز إلى إغلاقها، إغلاق جمعية الهويات، وذلك بعد ثبوت تلقيها تبرعات من سفاح مسجدي كريست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عن استشهاد 50 مسلماً وإصابة العشرات. وبحسب مراقبين تم التعامل مع تلك القضية بنعومة بالغة، شأنهم شأن الإيرانيين وعلى عكس ما يتم التعامل به إزاء إرهاب المتأسلمين. حسب وزارة الداخلية النمساوية في عام 2018 ارتكب جنات غير معروفين العديد من الأضرار في الممتلكات العامة في مدينة سالزبورغ النمساوية، وتم نشر هذه الأفعال على موقع سويسري يساري راديكالي على الإنترنت وتبريرها على أنها نقد جذري لسياسة الحكومة الفيدرالية النمساوية السابقة وردا على المخطط لبناء سجن جديد في سالزبورغ. وقد أكد التقرير الأمني الخاص لحماية الدستور أن التطرف الديني هو أكبر تهديد لأمن النمسا. يذكر أن الأحزاب اليمينية واليمين الوسط في النمسا قد تصاعد تأييدها منذ موجة الهجرة واللجوء التي تعرضت لها أوروبا منذ عام 2011، والذي أدى بعد ذروة اللجوء لعام 2015 لتصاعد الخطاب الشعبوي وخطابات الكراهية بشكل ملحوظ، الذي تجسد من خلال الحملات الانتخابية والتجيش الإعلامي والقرارات التمييزية التي أقرت بحق المسلمين واللاجئين والأجانب. شكراً لمتابعتكم، ألتقيكم.